قنبلة موقوتة تدق ناقوس الخطر المخاوف الأممية والتحذيرات الحكومية تتصاعد بشكل مستمر لتجنب وقوع كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر حملات ضغط محلية ودولية تحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة حال حدوث تسرب نفطي من خزان النفط العائم صافر الذي يحوي على أكثر من مليون برميل من النفط خطورة تهدد الملاحة التجارية أيضا فيما لو تعرض هذا الخزان العائم أو الميناء العائم إلى خلل أدى إلى تسريب كميات من النفط من زمان ونحن حتى أيام ما كنا في مفاوضات الكويت وأنا كنت عضوا في هذا الوفد الذي كان يفاوض طالبنا وبشدة وضع حل لكمية النفط الموجودة في هذا الحوض العائم أو الخزان العائم وللأسف تعنت الحوثيين ورفضهم الاستجابة لهذا الأمر جعلنا نصعب من هذا المسألة واليوم طرحت على مستوى مجلس الأمن وبدعم من دول التحالف العربي في المقدمه المملكه العربيه السعوديه في هذا الصدد عقدت الهيئه العامه لحمايه البيئه بالمكلا ندوه نقاشيه حول تهديدات الناقله صافر والتي دعت الى رفع مستوى التنسيق بين الهيئات الحكوميه وتشكيل لجنه عمل للاستجابه للكوارث البيئيه الطارئه الناقله التي اليوم يتعنت المجمو... جماعه الحوثيين الانقلابيه واستخدامها كرت سياسي عسكري وقنبله موقوته في البحر الاحمر لتهديد سلامه وامن سواحل الجمهوريه اليمنيه. نحن هنا في هذه الندوه نحاول ايجاد او لفت النظر لايجاد اليه للتخلص من هذه الكميات الموجوده ونقلها. لأكثر من عام والحوثيون يعرقلون كل المساعي الأممية بالسماح للفريق الفني الوصول إلى السفينة بعد تسرب الماء إليها فبالإضافة إلى أسوأ كارثة إنسانية تعيشها اليمن تحاول الميليشيات بتعنتها إحداث كارثة أخرى تهدد الحياة البحرية والملاحة العالمية. عبد الرحمن بن عطية لقناة الإخبارية المكلى.